مرحبا، دعنا نتحدث عن يوموبكس. إذا هل فكرت يوما فيما تفعله عائلتك على هواتفها؟ نعلم جميعا أن الهواتف جيدة، فهي تتيح لنا الدردشة ولعب الألعاب وتعلم أشياء جديدة والتواصل مع الأصدقاء، ولكن هناك أيضا مشكلة صغيرة. في بعض الأحيان توجد أشياء على الإنترنت ليست جيدة جدا، ومن السهل أن تصادفها دون قصد. وهنا يأتي دور يوموبكس. فكر فيه كصديق مفيد يمنحك نظرة خاطفة على ما يحدث مع الهواتف في عائلتك. إنه مخصص في الغالب للآباء أو البالغين الذين يريدون الحفاظ على أمان الأطفال على الإنترنت. لذا إذا كنت مهتماً بهذه الأداة وتريد معرفة كيف تساعد في الحفاظ على أمان الإنترنت للعائلات، فإليك كل شيء عنها. ستجد رابط القسيمة في وصف الفيديو للتسجيل. ما هو يوموبكس بالضبط؟ حسناً، لنبدأ من البداية. يوموبكس هو تطبيق يمكن للكبار استخدامه لمعرفة ما يحدث على الهاتف أو الجهاز اللوحي. يتيح لهم إلقاء نظرة على الرسائل ومعرفة من يتصل بهم الأشخاص والتحقق من التطبيقات التي يستخدمونها. يمكن أن يساعد هذا الآباء أو الأوصياء في معرفة ما إذا كان أحد أفراد الأسرة قد يرى أو يشارك أشياء لا ينبغي لهم رؤيتها. تخيل الأمر على هذا النحو. إنه يشبه إلى حد ما القدرة على النظر فوق كتف شخص ما بطريقة لطيفة للتأكد من أنه آمن. ولا تقلق، الأمر لا يتعلق بالتجسس بطريقة سيئة. الأمر كله يتعلق بالحفاظ على سلامة الجميع في الأسرة وسعادتهم، وبعيداً عن أي مخاطر عبر الإنترنت. كيف يعمل يوموبكس؟ الآن إليك الجزء الذي نوضح فيه كيف يقوم يوموبكس بكل هذه الأشياء الرائعة. عندما يقوم أحد الوالدين أو الوصي بتثبيت يوموبكس على جهاز، فإنه يبدأ في مراقبة الأشياء التي تحدث على الهاتف أو الجهاز اللوحي. إليك ما يمكن أن يساعدك في رؤيته. 1- يمكن لام يوموبكس عرض الرسائل النصية المرسلة والمستلمة. إذا كانت هناك رسالة غريبة أو مريبة، يمكن للكبار أن يعرفوا على الفور. 2- حتى أنه يعرض تفاصيل المكالمة، مثل من المتصل ومدة المكالمة. هذا رائع للآباء الذين يريدون التأكد من أن أطفالهم لا يتحدثون إلى غرباء. 3- يقضي العديد من الأشخاص الكثير من الوقت على تطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل إنستغرام وفيسبوك وحتى تيك توك. يمكن لام يوموبكس أيضاً عرض ما يحدث هناك حتى يتمكن الآباء من تتبع الأشخاص الذين يتحدث معهم أطفالهم. 4- كيف فقدت أثر شخص ما في المتجر؟ أو تتساءل أين هو بعد المدرسة. من خلال تتبع الموقع، يساعد يوموبكس العائلات على تتبع مواقع بعضهم البعض. إنه مثل وجود زر "اعثر علي" للجميع في العائلة. 5- كما يعرض مواقع الويب والتطبيقات التي يتم استخدامها. إذا كان شخص ما يزور موقعاً لا ينبغي له أن يكون عليه، فسيعرف الآباء. 6- هذا أمر مهم. يمكن لام يوموبكس في الواقع تسجيل ما يحدث على الشاشة. لذا إذا فات أحد الوالدين مشاهدة شيء ما على الهواء مباشرة،
فيمكنه التحقق مرة أخرى لاحقا لمعرفة ما كان على الشاشة. لماذا يعد يومو بيتس مفيدا للعائلات حسنا؟ الآن بعد أن عرفنا ما يمكن أن يفعله يومو بيتس، فلنتحدث عن الأسباب التي قد تجعل العائلات تستخدمه. تخيل أنك كنت في حفلة وكان شخص ما يتصرف بغرابة بعض الشيء. سترغب في أن يراقب شخص ما الأشياء، أليس كذلك؟ هذا ما يفعله يومو بيتس للإنترنت. هناك أشخاص طيبون على الإنترنت، ولكن هناك أيضا غرباء قد يرغبون في التحدث إلى الأطفال لأسباب ليست جيدة. باستخدام يومو بيتس يمكن للعائلات معرفة ما إذا كان هناك أي شخص غريب يحاول التحدث إلى شخص ما في العائلة. هل تعلم أنه يمكنك أحيانا مشاهدة مقاطع الفيديو أو لعب الألعاب لفترة طويلة جدا؟ حسنا، يمكن أن يوضح يومو بيتس للآباء المدة التي يقضيها أطفالهم على شاشاتهم. بهذه الطريقة يمكنهم التأكد من أن الأطفال لا يقضون الكثير من الوقت على أجهزتهم، وأنهم يحصلون على وقت كاف للعب أو أداء الواجبات المنزلية أو حتى مجرد الراحة. قد يبدو الأمر مضحكا، ولكن من خلال معرفة أن شخصا ما يراقب يمكن للعائلات أن تثق ببعضها البعض بشكل أكبر. يعلم الجميع أن هناك شبكة أمان، لذا هناك عدد أقل من الأسرار والمزيد من الصدق حول ما يحدث عبر الإنترنت. أشياء رائعة حول يومو بيتس. أحد الأشياء الرائعة في يومو بيتس هو مدى سهولة استخدامه. حتى إذا لم تكن خبيرا في التكنولوجيا، فمن السهل تثبيته والبدء فيه. جزء رائع آخر هو أنه يتم تحديثه في الوقت الفعلي، وهذا يعني أن الآباء يرون الأشياء أثناء حدوثها لا انتظار للتحديثات. أشياء يجب معرفتها قبل استخدام يومو بيتس. على الرغم من أن يومو بيتس رائع، إلا أن هناك بعض الأشياء المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار. 1- من الأفضل دائما التحدث بصراحة. في بعض العائلات من الجيد إخبار الأطفال أو أي شخص لديه تطبيق يومو بيتس على أجهزته بذلك. يساعد هذا في إبقاء الجميع على نفس الصفحة وبناء الثقة. 2- يعمل تطبيق يومو بيتس على معظم أجهزة أندرويد وآيفون، ولكن من الجيد دائما التحقق من ذلك في حالة حدوث أي طارئ. 3- تطبيق يومو بيتس ليس مجانيا، لذا فهو يتطلب تكلفة. لديهم خطط مختلفة اعتمادا على المدة التي تريد استخدامها فيها. تجد بعض العائلات أنه مفيد بما يكفي ليكون يستحق المال، خاصة لأنه يساعد في الحفاظ على سلامة الجميع. 4- إنه قوي، لذا يجب استخدامه لأسباب وجيهة مثل التأكد من سلامة الجميع. لا يهدف إلى كسر الثقة، ولكن لبناء بيئة آمنة على الإنترنت. ما تقوله العائلات الحقيقية عن تطبيق يومو بيتس؟ لقد استخدمت العديد من العائلات يومو بيتس ووجدت أنها مفيدة للغاية. يقول البعض إنها كانت مثل وجود مجموعة إضافية من العيون لم يعرفوا أبداً أنهم بحاجة إليها. ويشارك آخرون كيف ساعدتهم في التحدث إلى أطفالهم حول الأشياء التي وجدوها على الإنترنت وبناء رابطة ثقة أقوى. ذكر بعض الأشخاص أيضاً أنهم لم يشعروا بالوحدة في الحفاظ على سلامة أسرهم.
الأمر أشبه بأن يومو بيكس أصبح مساعد.